بعد تأجيل زيارته لدواعي صحية في أبريل، يعتزم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إجراء زيارة إلى السعودية وإسرائيل خلال نهاية الأسبوع الجاري. ووفق ما ذكر موقع أكسيوس نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن إدارة الرئيس جو بايدن توصلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بأن أي عملية في رفح لن يجري توسيعها بشكل كبير قبل زيارة سوليفان، وهو ما يسعى إليه البيت الأبيض أيضا لعقد اجتماع رفيع المستوى بين فريقين أمريكي وإسرائيلي في واشنطن عقب الزيارة المرتقبة. وسينضم كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بيتر ماكجورج وكبير مستشاري بايدن أموس هوكشتاين ومستشار وزارة الخارجية ديريك شوليت إلى سوليفان في رحلة نهاية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يجتمعوا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونتنياهو ومسؤولين سعوديين وإسرائيليين آخرين. الزيارة هذه تعد وفق مصادر مطلعة محاولة لإحراز تقدم نحو صفقة ضخمة بين الولايات المتحدة والسعودية يمكن أن تشمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، حيث يأمل المسؤولون الأمريكيون التوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع السعوديين ثم عرضها على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد تشمل الاتفاقات المتوقعة إنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار يؤدي إلى حل الدولتين، وإذا وافق نتنياهو فيمكن التوسط في اتفاق سلام تاريخي بين السعودية وإسرائيل، وإذا رفض فقد يفقد دعم الولايات المتحدة ويواجه عواقب عملية رفح بمفرده بحسب الموقع. غير أن أكسيوس كشف أن فرصة التوصل إلى صفقة ضخمة منخفضة للغاية، لكن البيت الأبيض يواصل العمل نحو صياغة مسودة معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية، وسيتضمن ذلك دعما أمريكيا لبرنامج نووي مدني سعودي. ويقول المسؤولون الأمريكيون والسعوديون إنهم أحرزوا تقدما كبيرا في محادثاتهم. وفيما ازداد حديث المسؤولين الإسرائيليين في فترة ما قبل الحرب عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، أكدت الرياض في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد توصل إلى حل للقضية الفلسطينية. ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بشكل محدود في مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي بدأها في 6 مايو الجاري، متجاهلاً التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعياتها في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة. وكانت شبكة CNN قد نقلت عن 2 من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح في غزة للمضي قدما في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة. وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء ودمارا هائلا ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.